المعنى الثالث من المعاني التي هي أصل اشتقاق كلمة الناس الحركة، والإنسان بطبعه متحرك ولا بد أن يكون متحركا، ولذا قال عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارث وهمام، فصدقها من حيث إن الإنسان يهم ويحرث يعني يكتسب، ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو مبقها يعني مهلكها، ولا يمكن أن يخرج الإنسان عن هذا الأصل، ولذا جاءت عبارة السلف النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، وذلك لأن الفراغ يستفيد منه العاقل فيما يعود عليه بالنفع في دنياه وآخرته، ولذا قال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس، ذكر منها فراغك قبل شغلك. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله الإنسان بطبعه متحرك، ومن ثم فلا تظن أن بقاءك منعزلا عن الخير والطاعة لا تظن أن في ذلك سلامة لك، والواقع يشهد بهذا، ولذا قال ابن القيم رحمه الله النفس كالرحى الدائرة التي لا بد أن تطحن شيئا، فإذا وضع فيها حب أخرجت دقيقة وإلا أخرجت حصى وتبنى، وعند العجن والطبخ يتبين لكل إنسان ما طحنه. ومن ثم فالعاقل ولا سيما في هذه الأزمان أزمان الفتن أن يشغل وقته بما هو نافع ومفيد، وإلا فليعلم أنه على هوة لا يدري ما هي عاقبتها، فلا تدع لهذه النفس مجالا للفراغ إلا فراغا تريح فيه النفس لتستعين بهذه الاستراحة على خير آخر، وذلك كما قال معاذ رضي الله عنه إني أحتسب قومتي يعني قيامي لليل أحتسب قومتي ونومتي، وكم رأينا من أناس كانوا على خير في طلب علم مثلا فسولت لهم أنفسهم أن يريحوها، فإذا بهذه الراحة تتبعها راحات حتى أصبح الواحد منهم في معزل تام عن هذا العلم، ولذا لو رغب أن يعود أعيته نفسه. فهذه هي معاني اشتقاق الناس، وهذا الأصل الأخير وما جرى حوله من تعليق يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن أحب الأعمال إلى الله أكثرها أم أدومها؟ أدومها وإن قل. كان عليه الصلاة والسلام كما أخبرت عائشة رضي الله عنها إذا عمل عملا أثبته، ونحن في زمن قد انفتحت علينا أبواب الدنيا، فالدنيا مشغلة بطبعها، النفس راغبة إلى الراحة والخلود والدعة، الشيطان الأقران البيئة المحيطة بك، ولذا قال الحسن البصري رحمه الله إياكم وشغل الدنيا فإن العبد لا يفتح على نفسه بابا من أبوابها إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح معه عشرة أبواب. وأقوالهم النيرة لو نزلت على الواقع لوجدنا أنها منطبقة عليه تماما. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا مباركين أينما كنا.